بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم على قناتكم قناة أشرف القاضي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أفضل أنواع الشاشات في السوق، تمام؟ بس هنتكلم عن أفضل الماركات، مش أفضل الإيه؟ أنواع الموديلات، يعني الماركة إيه؟ بالترتيب كده هقول أفضل 5 ماركات موجودة في السوق المصري والعربي بصفة عامة. رقم واحد عشان بس مطولش واقعد ارغي كتير، والناس بتقول انت بتطول، انا مش هطول ومش هرغي لان انا مش رغاي ومش بحب اتكلم كتير خالص. انا بضحك طبعا. اول حاجه يا جماعه عندنا سوني. اول ما تفكر في شاشه 4K او حتى HD فكر في سوني. شاشات سوني من افضل وارقى انواع الشاشات على مستوى العالم. سوني كانت اول شركات العالم في انتاج الصوتيات والمرئيات من زمان قوي. فيديو كان نازل سوني، كاميرات الافراح، كاميرات التصوير كانت كلها نازله سوني، حتى شريط الفيديو نفسه بتاع البركه في الفيديو كان اول ماركه نازله السوني. بعد كده نزل ماركات كتير جدا بمختلف انواعها، بس انا بشوف السوني حاليا معالج الاكس 1 التيميتي اللي موجود في شاشات السوني بشوفه من افضل المعالجات. وبنصح لو هتجيب سوني هاتها الاندرويد، ما تجيبش السمارت، ولو هتجيب السمارت هاتها ما تقلش عن 55 بوصة. افضل انواع دلوقتي اللي موجودة في السوق العربي الاكس 950، دي افضل حاجة موجودة في السوق العربي، مش موجودة في مصر، موجودة في الخليج، اكس 950 اتش. طيب في مصر موجود الاكس 7500 اتش، 7500 اتش، وفي ال 8000 اتش و 8000 اكس، تمام؟ دي افضل المنتجات اللي موجوده حاليا. في طبعا السمارت منها كويس جدا اللي هي 7005 اتش، كويسه جدا، موديل 7005 اتش، موديل ممتاز جدا. موديلات كتير نازله من سوني، في 43 وفي في 43 وفي ال 32، كلهم ممتازين جدا من حيث الصوت والصوره بصراحه. ما فيش ماركة معينة أحذرك إنك تشتريها، بصراحة ماركات سوني كلها كويسة وشغالة وصورتها أحلى صورة في السوق. بعد السوني على طول ال جي. ناس بتتحتار دايما ما بين ال جي وسامسونج، أنا بقول لك بعد سوني على طول ال جي. ال جي معالج ممتاز، بانل شاشة ممتاز، أفضل تقنية حاليا موجودة في البانل بالنسبة للصورة، بانل الأي بي إس اللي موجود عندهم بانل ممتاز جدا، حتى الشركات بعض الشركات خدته عندها وشغاله عليه، شركات كتير قوي تلاقي الشاشات دلوقتي بقت بانل اي بي اس، بس في الاساس هي تتبع شركه ال جي. ال جي برضو اول من انتج شاشات الاوليد على مستوى العالم وخدتها منهم سوني. ال جي شاشات ممتازه جدا، افضلها حاليا الاب 7750، والاب اللي هي يو بي اللي ده الموديل اللي لسه نازل من اسبوع، يو بي 7750 و7550، ده افضل موديل حديث نازل لسه من اسبوع. اللي يوازيه اليو ان 7340 7440 7240، موديلات كويسه جدا. وفي عندك بعد كده بقى النانو سيل بموديلاته كلها اعلى من الموديلات اللي انا لسه قايلها، بعد كده الاعلى خالص الاو ليد، دي افضل اللي موجوده. المقاسات الصغيره عندك ال ام 6300 وعندك كمان ال ام 550 واليو كي 550، دي افضل الموديلات الصغيره 32 و43 بوصه. بعد ال جي السامسونج، سامسونج شركه ممتازه جدا. ناس كتير بيعيبوا يا جماعة على الصيانة، كل الصيانة بتاعت الشركات زي بعض، كل الصيانة بتاعت الشركات زي بعض ما عدا شركة واحدة هي توشيبا العربي، لأن مقرها مصر وهي شركة تعتبر مصرية، فدي بتبقى تقدر توصل لها بسهولة، والصيانة بتاعتهم بيتجاوبوا معاك شوية شوية لكن مش قوي برضه، يعني في ناس كتير اشتكت من توشيبا. لكن سوني تبع العربي جروب طبعا، عندك ال جي، سامسونج، الصيانة بعتبرها واحدة في الكل. ودايما الشركه بتتعامل معاك في صيانه الشاشه حسب نوع العطل، لو العطل خفيف سهل جدا هتلاقيهم جايين لك في بعد ساعه، لو العطل بقى فيه مشكله تحتاج تغيير الشاشه بيعقدوك وبيلففوك حوالين نفسك عشان ايه؟ تيأس وما تطلبش بحقك وما ترجعش الشاشه لانها خساره كبيره على الشركه. نفهم الحته دي كويس، على الشركات كلها مش شركه معينه. المهم سامسونج نزلت موديلات ممتازه جدا، افضلها في الموديلات الصغيره 32 و43، ال ان 5300 والتي 5300، وبعد كده في ال 43 عندك التي يو 7000 طبعا اللي انا بحذر الناس كلها اوعى تشتريها لان في منها مشاكل كتير. بعد كده في ال 50 55 بقى في التي يو 8000 اللي انا بقول للناس كلها اشتروها، الشاشه دي ممتازه جدا من سامسونج، وكل العيوب اللي كانت في سبعة التي يو 7000
اتصلحت في التيو 8000 بصراحة. تيو 8000 شاشة ممتازة، وفي منها كيرف تيو 8300 ممتازة جدا. بعد كده عندنا بقى المعلم بتاع سامسونج الكيو ليد. شاشات الكيو ليد في سامسونج من افضل شاشات العالم، من بداية من التي من الكي كيو 60 تي، كيو 70 تي، 80 تي، لغاية 90 تي. شاشات ممتازة جدا، وكمان شاشة ذا فريم. ذا فريم دي من ارقى وانقى شاشات العالم، شاشة ممتازة جدا. ذا فريم من سامسونج شاشة ممتازة، هي كيو ليد برضو بس فيها تعديل بالنسبة لامكانيات البروسيسور والفلاتر بتاعة الشاشة، لكن شاشات ممتازة جدا. لو هتشتري من سامسونج الكيو ليد اشتريها وانت مطمن جدا، شاشة محترمة جدا. او تيو 8000. بعد كده يا جماعة عندنا التوشيبا بقى، في توشيبا الاندرويد وتوشيبا السمارت. توشيبا الاندرويد والسمارت عندنا موديلين ممتازين جدا. الموديل الاولاني الاندرويد اللي هو 7950، ده افضل موديلات الاندرويد في توشيبا، ممتاز جدا، واندرويد سريع على النت وصوره ممتازه جدا 4K كله، منه 50 و55 بوصه. بعد كده في عندك ال 59 65، ده موديل ممتاز جدا في ال 43 بوصه وفي ال 50 بوصه وفي ال 55 بوصه، موجود منه النوع اللي هو بفريم، ده نوع سمارت، والنوع التاني اللي هو الفريمليس بدون فريم، هتلاقيه اندرويد كويسه، اندرويد 9 كمان، وشاشه ممتازه جدا وناس كتير جابوها بيشكروا فيها قوي، اللي هو ال 59 المختصر بتاع اسمها في التوشيبا، او موديل 59 65. في الموديلات برضو ال 59 95، ده الموديل 32 بوصه اندرويد، ممتاز جدا من توشيبا، من افضل موديلات توشيبا المقاسات الصغيره دي. انا بشوفهم افضل خمس ماركات موجوده في الوطن العربي بصراحه. في بعد كده عندنا التي سي ال عشان ما انساش، ممتازه جدا. لكن حاليا الوكاله بتاعتها في مصر واقفه، العربي جروب سابها، فالشاشه اصبحت ملهاش اهل، ملهاش صاحب يقول لها فين صيانتها، هي دي مشكلتها. لكن شاشات التي سي ال من ارقى شاشات العالم حاليا، ال سي 715 وسي 815 عفوا، دول افضل موديلات تي سي ال حاليا. السي 815 افضل شاشات العالم في التي سي ال، ممتازه جدا، 4K اندرويد، امكانيات عاليه، انا بعتبرها من اوليد، اوليد تي سي ال، يعني شاشه ممتازه جدا وشاشه عاليه جدا. فطبعا دي اللي هيعتبر خمس او ست ماركات اللي انا يعني بحترمهم جدا، ويعتبر اعلى موديلات موجوده في السوق. بعد كده بيجي بقى يونيون اير، فريش، الترا، سيمفوني، جاك، دي موديلات كويسه جدا وشغاله كويس، بس سعرها طبعا وامكانياتها اقل، لكنها شاشات شغاله كويس. وعندنا برضو الموديل الجروهي كويس جدا شغال، وفي سكاي لاين ناس كتير بيشكروا في الشاشه ديت ورخيصه. بعض الماركات ممكن اكون نسيتها بقى، معلش عذرا يعني، يعني لو نسيت حاجه بيبقى غصب عني. دي افضل انواع، افضل الماركات اللي موجوده حاليا في السوق ممكن تشتريها وانت مطمن. شكرا جزيلا لحضراتكم، ودمتم بصحة وعافية. أي استفسار سيبولي في التعليقات، وقبل ما أقفل أذكر الله، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم.